إله إلا الله. تأسفنا كاملين لأنه صعب لما زهرة من زهرات الممثلات المغربيات وأيقونات التمثيل في المغرب اللي من السبعينات أو أقبل وهي خدامة خدمت مجموعة ديال الأعمال شفناها بالبيض والكحل وتلقنا معها وكبرنا معها خدمتي وسعد الله عزيز مجموعة الأعمال كانوا أوفياء ضحكونا كنظن ضحكوكم كاملين واليوم ها احنا الضحك كنبكيو معها وفي نفس الواقت أنا شخصيا كنحس بواحد ماشي نقولوا الراحة لأنه لما كتشوف حبيبك معذب وصل لواحد الدرجة اللي ما تقدرش تبقى تشوفه كتطلب له الرحمة والموت في هذه الحالة كان رحمة عزاء لوليداتها وبنتها لولدها وبنتها ولجميع المغاربة وشكرا انتم على حضوركم. آخر مرة شفتها هذه واحد الشهرين من بعد العرس ديال الابن ديالها لأنهم موراها كانت وصلت كدير زعما مع الشيميو وحالتها كانت صعبه جدا ولكن بقاو ممثلات فاطمه خير صراحه وسميه قريو وحياه جبران بقاو اوفياء لها كيخرجوها كيجيو كنتواصلوا دائما ان لله وانا اليه راجعون هذه هي الحياه.